عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في حلقة جديدة من كبسولة علم. النهاردة هتكلم عن منحة ما اتكلمتش عنها بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت. المنحة المرة دي مقدمة من حاجة اسمها UST او University of Science and Technology. والUST دي ما هياش جامعة فيها undergraduate او دراسات جامعية، جامعة للدراسات العليا فقط. هي عاملة زي هب من حيث ان هي تحتها في كل مراكز البحثية الموجودة في كوريا. بمعنى انت على سبيل المثال في مصر شغال في المركز القومي للبحوث، علشان تاخد درجة الماجستير او درجة الدكتوراه بتسجل نفسك في جامعة من الجامعات. هو هنا في كوريا كان الموضوع بالظبط زي مصر، تشتغل مركز ابحاث، تقدم في جامعة من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة اللي موجودة في كوريا وتاخد درجة ماجستير والدكتوراه. فكرة UST بكل بساطة ان هم ايه، بدل ما تروح لأي جامعة من الجامعات، انت عندك جامعة واحدة اسمها UST تحتها 32 مركز بحثي. واحد يجي يسأل طب انا ليه ما اشتغلش في UST او ادرس في UST؟ لان بكل بساطة UST هي مجرد رمز، هو مجرد مبنى اداري تحتيه مراكز الابحاث. انت بتشتغل مركز الابحاث، بتحضر كورساتك في مركز الابحاث، بتشتغل شغلك العملي في مركز الابحاث، وبتقدم رسالتك في مركز الابحاث والUST، وفي الاخر بتاخد شهادتك من UST. انا عايش في كوريا والناس كلها عارفه ان متابعيني عارفين عايش في كوريا، درست في كوريا ودلوقتي معايا دكتوراه من كوريا الجنوبيه، شغال في مركز ابحاث كيست. ولما جيت على كيست، الدكتور بتاعي في كيست، معملي في كيست، لكن درجتي اللي خدتها من UST. ولما جيت قدمت على UST. طيب واحد يجي يسأل ايه الميزة بتاعت UST كمان؟ بكل بساطة اولا هو بيدوا اكبر منحة موجودة في كوريا، اكبر حتى من KGSP. KGSP زي ما قلنا اخر مرة بيدوا $900، لكن هنا في UST بيدوا 1500 طلب الدكتوراه و $1,100 لطالب ماجستير، وبالتالي انت بتاخد اكتر من الطالب العادي. ميزه كمان حلوه جدا جدا في UST مش موجوده في منح كتير في كوريا، ان هو بيوفروا حاجتين: overseas training program و international exchange program. يعني ايه؟ في السنه هم بيبعتوا ايميل ويقولوا يا جماعه احنا بقى فاتحين باب انك انت تقدم على انك انت تاخد ايه، الاكستشينج بروجرام، انترناشونال اكستشينج بروجرام او اوفرسيز تريننج بروجرام، وبيحطوا شويه متطلبات. فاللي بيحصل كالتالي، انت بتقدم تقول يا جماعه انا عايز اروح المؤتمر الفلاني في دوله الفلانيه، فبتكفلوا بتذكره السفر وبيتكفلوا بالستايبند بتاعتك، بيدفعوا لك مبلغ في الاسبوع انت هتقعده ده عشان مصاريفك. او مثلا انت الدكتور بتاعك شايف ان انت محتاج تاخد تريننج في حاجه معينه، فتسال حد ايميل ما يتبعت وتروح مقدم يا جماعه انا كلمت دكتور اللي من الدوله الفلانيه وعايز اقعد في المعهد بتاعه من 3 ل 4 شهور اشتغل عنده عشان اتعلم حاجات فلانيه كذا كذا كذا، بتوافق عليها بتطلع. حاجه كمان لذيذه جدا بيقدموها ان هو بيدي لك 3 حاجات ممكن تعملها في UST: يا اما تحضر ماجستير، يا اما تحضر دكتوراه، يا اما تحضر حاجه اسمها الانتجريتيف بروجرام. ايه الانتجريتيف بروجرام ده؟ بكل بساطه الانتجريتيف بروجرام هو ماجستير ودكتوراه مع بعض في وقت اقل من لو انت حضرت ماجستير لوحدها ودكتوراه لوحدها. فانت كده بتختصر وقت كتير جدا عليك، يعني انت بس حضرت ماجستير في سنتين، حضرت بقى الدكتوراه في 4 سنين، ادي كده 6 سنين. في الانتجريتيف توتال بيبقى حوالي 4 سنين. كمان جدا عجبتني في UST ان هما كمان بيقدموا انترنشيب للطلبه الاندر جراديويت، يعني انت لسه طالب في الكليه بتقدم على الموقع بتاع UST ان انت عايز تيجي انترنشيب. انترنشيب تبقى شهرين في يوليا واغسطس، وبتختار المعمل اللي انت عايز تتمرن فيه وتيجي، وهم يتكفلوا بيك من دورم بقى او سكن والى اخره. واحد يجي يسال طب مواعيد التقديم، هم عندهم معدل التقديم في السنه، يعني كل سنه فيه مرتين ممكن تقدم فيهم، وهتلاقوا التفاصيل دي موجوده في الموقع اللي انا حاطه تحت. انا حاطط الموقع والبروشور بتاعهم واللينكات موجوده تحت في الايه، الديسكريبشن. فيا رب الحلقه السريعه دي تكون فادتكم وعرفتكم عن منحه يعني جديده بالنسبه لكم، ويلا ظبطوا ورقكم واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.